أعزائي المشاهدين السلام عليكم وروح ورحمة الله وبركاته. هذا برنامج طب الأعشاب، أنا أسميه جنة الأعشاب. مشهور جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. معاكم على الهواء من خلال استوديوهات قناة سامراء الفضائية من المملكة الأردنية الهاشمية. نتواصل معاكم كل يوم أربعة بإذن الله سبحانه وتعالى الساعة 9 بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية وتوقيت العراق. هذا برنامج التوقيت الرسمي من هون لغاية شهر رمضان، لأنه إن شاء الله الله يقدرنا في شهر رمضان نكون يوميا معكم، نعطيكم المعلومات السهلة والأمينة بإذن الله سبحانه وتعالى. معاكم على الهواء مباشرة اللي بتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين عضو جمعية مكافحة المخدرات الأردنية حسن خليفة. للي بتابعني لأول مرة، من مؤلفاتي أو كتبي خبير الأعشاب حسن خليفة كتاب جنة الأعشاب، كتاب علاج العليل بالطب البديل، كتاب الحواج، أنت والأعشاب من خلاصة تذكر الداود، الزيوت الطبيعية، النحافة والجمال، والكثير من مؤلفاتي، أيضا كتاب الإدمان والمخدرات، وأيضا كتاب الحجامة. أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هذا البرنامج وأيضا من كتبي أيضا من مؤلفاتي. دائما معاكم على الهواء مباشرة، بستقبل اتصالاتكم من كافة أنحاء العالم، بس اليوم رحين نستقبل اتصالاتكم من خلال الفايبر. ترى الأرقام بتظهر بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعطيكم كل مفيد، ترى الأرقام الآن على الشاشة، نعطيكم كل مفيد. هذا البرنامج برنامج جنة الأعشاب أو طب الأعشاب من خلال هذه القناة. وصفاتي ما بتغني عن زيارة الطبيب. الأعشاب إلها فوائد جدا جدا عظيمة وإلها أضرار أعظم، انتبهوا باللي بتكلم فيه. الأعشاب نعمة من الله سبحانه وتعالى وبتنقلب علينا نقمة إذا تجاوزنا بالجرعات، وإذا أخذنا أعشاب غير معروفة، وإذا أخذنا خلطات ما نعرف شو اللي جواها. هذه مشكلة العطارين، فبالتالي لازم نعرف. يقول لك أنا رحت على فلان عمل لي خلطة ما شاء الله، ناسبتك ممكن ما تناسب أخوك، دمك بيختلف عن دم أخوك. إذن للأعشاب محاذير، فبالتالي نكون حريصين عليكم. الأعشاب تمنع عن الأطفال. الطفل يا أخوان طفل عم بينمو، فبالتالي نعطيه أعشاب والله بتسبب له مشاكل، ممكن بالكبد، ممكن بالطحال، ممكن بالكليتين، ممكن بدمه، ممكن ما تناسبه. فنكون حريصين، إلا الأعشاب المعروفة مثل اليانسون والبابونج والحلبة والنعناع وما أشبه الأعشاب المعروفة اللي استخدمتها أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. فبالتالي بكون حريص عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأعشاب لا تعطى للمرأة الحامل، لا يجوز المرأة الحامل، حتى مسكن آلام ممنوع تتناول، وهي بتعرف النساء. أيضا كبار السن اللي بيتناولوا أدوية القلب يمنع استخدام الأعشاب، خصوصا الثوم وخل الثوم والجينكا بايلوبا والجينسنج، لأنه مسيل للدم، هو بياخذ مسيل للدم كتب له أو وصف له إياه الدكتور، فبالتالي صار عندنا مشكلة. فنكون حريصين عليكم من خلال هذا البرنامج، نحب الصدق والمصداقية حتى نعطيكم المعلومة السهلة والأمينة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكرت كمان مرة اليوم للتواصل معنا من خلال هذا البرنامج، وإحنا معاكم على الهواء مباشرة من خلال الفايبر، الأرقام تظهر أسفل الشاشة، ابتعدوا عن جهاز التلفزيون إذا تواصلتوا معي. كل بداية حلقة في برامجي بحب أذكركم بالخير والنعمة ومجربات أجدادنا، مجربات أيام زمان، أيام ما كانت الناس عظامها قوية، مو مثل عظام أولادكم اليوم تدفعوا ينكسر. أيام ما كانت صحة الناس فيها، وكانت الناس تتمتع بالذكاء. يلي فاقدين الذكاء، يلي ناسين مبارح إيش أكلتم، هذا عصرنا اليوم، عصر النسيان. مثل رجال زمان وعجايز زمان اللي كانت أعمارهم 70 و80 و90 و100 سنة ولا يروح على دكتور أسنان،
ولا كان عندهم والله التجاعيد الموجودة عنا. أنتوا اليوم عمركم 20 سنة وأطفالكم وشبابكم عمرهم 20 سنة وإسودات تحت العيون، تكسير بالأظافر، نسواننا وبناتنا شعرهم بيوقع بتساقط. قولوا حسن خليفة يحكي صحيح وأتكلم صحيح وأنا أتحداكم. لخبطة بالهرمونات، صلع عند الشباب، سبايكي وجل، خصر ساحل، غيار الداخل مبين، بطلنا نعرف الراجل أو الشاب من البنت. هذا عصر اليوم، عصر الهمبرجر والشاورما والسندويشات والبيبسي والكولا وإحنا ماشيين، وعصر القهوة وعصر الأرجيلة والدخان. يرحم أيام زمان. وين أيام زمان؟ أيام زمان كانوا يركبوا الخيل، كانوا يتحاربوا مو بالكلاشينكوف، كانوا بالسيف. ما كان عندهم جبن ولا كان عندهم خوف ولا يتخبى من طلقة، كان وجه لوجه. وين رجال زمان؟ وين صحتهم زمان؟ ليش صحتنا اليوم مش ملحقين على المستشفيات؟ يا كليتي، يا قلبي، ضيق نفس، مو قادر أتنفس، غيبوبة، رجفان، خوف، قلق، قلة نوم، أحلام مزعجة، مشاكل بالبيوت، صراخ. يرحم أيام زمان، كانت الناس متألفة مع بعض. والله اليوم الأخ ما هو لأخوه، يعني ممكن جارك يكون أحسن من أخوك، أخوك يعاديك. وأنا أقول ابعدوا عن إخوانكم اليوم، لأنه العين إلا ما رحم ربي، كل واحد يريد مصلحته بهالحياة. فبالتالي يلا نعود لأيام زمان. أنا صريح معاكم وعلى الهواء وما أحسب إحساب إلا الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية كل حلقة بحب أذكر فائدة من فوائد الأعشاب اللي بتعود علينا وعلى أهل بيتنا بالخير والفائدة، وأيضا خصائصها العلاجية، وإلى إذا إلها أضرار دائما بذكر أضرار الأعشاب. فاليوم عشبتنا أو وصفاتنا أو رحين نتكلم على نبتة جدا رائعة معروفة بالشرق الأوسط، لكن بعد هذا الاتصال. وألو، السلام عليكم. ألو. ويا ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خبير عندي بيزح، ما عندي قحة مستمرة. الصوت كثير واطي. خبير عندي عندي تليف على الرئة وقحة مستمرة. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. أتمنى من اللي تواصلوا معنا أنه يرفعوا صوتهم، وسمعت اتصالك اللي هو عندك تليف على الرئتين. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. وروح روح كل بصل وانسى اللي حصل. كل بصل والله بتصل. بتصل لإيش بتصل؟ بتصل إنه علاج للأمراض. وانسى اللي حصل، دافع للضرر من البدن، بخلصنا من السموم، بوسع القصبات الهوائية، مطهر مقاوم للبكتيريا. إذن طريقة البصل للي عندهم الربو وعندهم مشاكل السعال وعندهم مشاكل بالرئتين، ناخذ راسين من البصل. خليني أوضحها كمان مرة بحيث كل الناس تستفيد. كل بصل وانسى اللي حصل، خذ راسين من البصل، قشرهم، قطعهم، حطهم بالخلاط اللي نعمل فيه الفواكه، صب عليهم كيلو من العسل، شغل الخلاط بيمتزج العسل والبصل، رجعهم بالعبوة، خذ ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار عسل وبصل. يا سلام. دلك الصدر قبل النوم بزيت السمسم. السمسم من أسماء الصليط ومن أسماء الجلجلان. هذه وصفاتي مجربة بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا لا تنسى أنك تتناول من البابونج. من البابونج؟ من أسماء البابونج الفلية في ليبيا والمغرب والجزائر. ملعقة من أزهار البابونج على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن، تترك تتنقع ربع ساعة، لازم نحليها بالعسل، أفضل من السكر. السكر والملح سمين أبيضين، وبالتالي روح الله سبحانه وتعالى يشفيك، خصوصا إذا تناولت صحن سلطة يوميا عليه نصف ليمونة معصورة وعليه ملعقتين من زيت الزيتون، لأنه الليمون وزيت الزيتون لهم خصائص عجيبة للبدن.
والله سبحانه وتعالى يشفي كل يوم. عشبتنا اسمها أوراق الميرمية. وهات الاتصال. وألو السلام عليكم. رح نتكلم عن الميرمية من أسمائها القصعين ومن أسمائها السالمية ومن أسمائها العيزقان، هذه الميرمية. وألو السلام عليكم. عليكم. يا هلا بك يا أستاذ. شلونك؟ أنا خبير الأعشاب حسن خليفة، تفضل. شلونك خبير؟ تمام الله يسلمك. الله يجعلك بخير. خبير أني من العراق. أهلا وسهلا. عندي التهاب العصب المحيطي. تكرم يا أستاذي، كم العمر؟ التهاب العصب. نعم. كم عمرك؟ عمري 58 سنة. تكرم وشكرا لاتصالك، واسمعني من خلال جهاز التلفزيون، والله يقدرني أعطيك الشيء اللي يفيدك. الشيء المفيد التهابات الأعصاب، أنصحك بالتالي: 1 كيلو من العسل، اشتري عسل أصلي. لما تروح للعطار أو واحد يبيعك عسل ويقول لك هذا عسل يمني وسعره غالي، قل له فك عني، أنت مش صادق. اليمن اليوم ما بيها عسل، فيها حروب وقتل. فبالتالي أي نوع من أنواع العسل البلدي من عندك، حط عليها 4 ملاعق من بودرة العكبر. العكبر أقوى مضاد حيوي طبيعي خلقه ربنا على وجه الأرض، بتصنعه النحلة، اسمه العكبر، من أسمائه البروبليس. 4 ملاعق من مطحونه على كيلو من العسل. تناول ملعقة صباحاً وملعقة آخر النهار، وأيضاً صحن سلطة أثناء النهار، إما العشاء أو الغداء. عليه ليمون وعليه زيت زيتون، زيت زيتون، زيت الزيتون جداً للأعصاب. أيضاً المفيد للأعصاب، بناخذ 7 حبات من الرطب أو التمر، بننزع منهم النواة، بنحطهم بالخلاط. شوف الطريقة. 7 حبات من التمر بنحطهم بالخلاط وبنصب عليهم 1 كوب مي، وشغلنا الخلاط صار كوكتيل. واشرب التمر، منجم غذاء ومنجم الدواء، وفي صحة وفي عافية وفي خيرات من الله سبحانه وتعالى. وروح شوف أجدادك كيف كانوا. شكرا لاتصالك. ونأجل الاتصالات يا عمر يا سمرائي، وخلينا نسولف على قولتك وناخذ راحتنا، خلي المشاهدين يستفيدوا. فوائد الميرمية: من أسمائها القصعين، من أسمائها السالمية، أيضا من أسمائها العيزقان. أحكي لكم بأكثر من لهجة. فوائدها جدا عظيمة للي عندهم الرجفة، اللي يرجف ويخاف، واللي عنده رجفة بالإيد أو بالرقبة. ملعقة من أوراقها على 1 كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن ساخن، نتركه لما يصير فاتر، نتناول 2 كوب باليوم، والأفضل نحليها بالعسل. أيضا من فوائدها إنها مفيدة، بتقتل الالتهابات النسائية ومنشطة للمبايض بشكل عجيب، وأيضا لمشاكل هرمون الحليب عند النساء، زيادة هرمون الحليب للنساء وللرجال. فوائدها جدا عظيمة، إذا مفيدة حتى للرحم، حتى للخصوبة للنساء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد الميرمية إنها مفيدة جدا للي فاقدين الشهية للأكل، مفيدة إذا لفقدان الشهية بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى أجدادنا زمان كانوا يتغرغروا بمنقوحة عشان كانوا يمنعوا تسوس الأسنان، لأنه أصلا ما كان أطباء أسنان، ولا كان مختبرات، ولا زراعة أسنان، ولا عمليات تجميل أسنان. فبالتالي كانوا يتغرغروا بمنقوع الميرمية للتخلص من مشاكل التسوس، وأيضاً تشد اللثة. ففوائدها جداً عظيمة، إنها مضادة للإسهال، لكن في مشكلة فيها، إذا التزمنا فيها 3-4 أسابيع بتسبب لنا إمساك، لكن بتحل مشاكل كثيرة. لكن معروف إنه صار الإمساك من تناول الميرمية. ايضا مشهوره بالوطن العربي، بالمملكه الاردنيه الهاشميه، فلسطين وسوريا، والان بالخليج. انه فوائدها جدا عظيمه للتخلص من البرد المدفون في البدن، ايضا المغص العارض،
يعني واحد عنده آلام في البطن يقولوا له عنا بالمملكة الأردنية الهاشمية، فلسطين روح خذ لك كوب من منقوع الميرمية. إذن حتى بتساعد على تخفيض الوزن الميرمية، من أسمائها العيزقان ومن أسمائها السالمية، لكن تمنع عن الأطفال دون 12 سنة. شوفوا، تمنع عن الأطفال دون 12، وتمنع على الناس أو الأشخاص اللي عندهم حالات الصرع. أنا أحكي الفوائد وأحكي الأضرار وأنبهكم. إذا واحد عنده لا سمح الله شحنات زائدة أو عنده صرع أو عنده مشاكل بالدماغ وبصرع وبغيب، ممنوع عليه الميرمية، وأيضا الأطفال ممنوعة. أيضا مفيدة جدا للي عندهم الحزن والكآبة. أوراق الميرمية ملعقة منها على كوب من الماء مرتين باليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مفيدة. أيضا كانوا يستخدموها أجدادنا زمان لآلام الروماتيزم وآلام العضلات والتهاب العضلات. أيضا أوراق الميرمية بناخذ قدر حفنة منها، بنضعها بثشت الماء أو البانيو، نعمل مغاطس للقدمين بتخلصنا من رائحة القدمين، للي دائما ريحة رجليه طالعة أو ريحة كريهة تطلع من القدمين، خصوصا بفصل الصيف، وخصوصا إحنا جايين على شهر رمضان، في عنا صلاة تراويح وفي عنا ضيوف وفي عنا زيارات، فبالتالي صعب حتى لو كنت لابس جرابات، فبالتالي الكل راح يختنق من هذه الرائحة. فبالتالي منقوع أوراق الميرمية للقدمين مجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا مفيدة جدا للنساء والرجال اللي عندهم حكة بالشرج، مغاطس. أيضا مفيدة للنساء، أيضا مغاطس بإذن الله سبحانه وتعالى والمناطق الحساسة، لا حياء بالعلم. أيضا الميرمية من خصائصها إنها بتخفض السكر في الدم. شوفوا كل هذا بدل الكبسولة أوراق الميرمية. نعم، عجائز زمان كانوا يتمتعوا بالصحة وقوة الأعصاب وقوة الذاكرة، لأن الميرمية بتساعد على الذاكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا والله هذا القليل القليل من فوائد الميرمية، وكانوا يوصفوها في البيوت زمان إنه بتخفض الحرارة بإذن الله سبحانه وتعالى، وذكرت لكم إنه كانوا يستخدموها لآلام البطن. أيضا بتمنع السوائل تتخزن بالجسم. أوراق الميرمية من أسمائها العيزقان ومن أسمائها السالمية وأيضا من أسمائها حشيشة مريم، فبالتالي سموها الميرمية. أيضا مفيدة جدا للنساء اللي عندها تكيس على المبايض مع إكليل الجبل. إذا أوراق الميرمية مع إكليل الجبل مع البردقوش، عشبة البردقوش بالتساوي، بناخذ منهم ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها آسف الماء الساخن، تترك تتنقع. يا جماعة الأعشاب تتنقع بمي سخنة، الأعشاب ما ينحط عليها ماء بارد. إذا بنستخدمها مرتين باليوم، بنستخدمها لمدة 3 أسابيع، بنوقف أيام الدورة الشهرية، بنستخدم اللي هي القرفة اللي هي الدارسين، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أوراق الميرمية منقوحة بخلصنا أو بتساعدنا على التخلص من الالتهابات. أيضا ذكرت أنه بتساعد بتدخل بوصفات التنحيف اللي هي أوراق النعناع وأوراق الميرمية وقشور الرمان، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه النبتة المطهرة والمفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي بتحمينا وبتحمي أجسامنا. وهذه وصفة الميرمية أو فوائدها، ما أعطيتكم 10 أعشاب تخلطوهم مع بعض وشوف السر فيها في هذه النبتة. وأنا سلام عليكم يا نور. سلام عليكم. يا نور. أنا معك. يا نور بحكي عن فوائد الميرمية مو فوائد البامية. كيفك يا خبير؟ تمام الحمد لله. خبير، عندي والدي عمره 50 سنة. تمام. عنده بروستات. عنده بروستات التهاب ولا تضخم؟ لا تضخم. شكرا لاتصالك ويسمعنا من خلال جهاز التلفزيون. أفضل عشبة بتقاوم الالتهابات أوراق القريص
أوراق عشبة اسمها القريص، ومن أسماء القريص شعر العجوز، ومن أسماء شعر العجوز الحريق أو الحريقة للي بيتابعونا بالجزائر، تونس، المغرب. يؤخذ من هذه الأوراق من مطحونها ملعقة على كوب المي يا أخوان، هذا كوب الماء، توضع ملعقة من الأعشاب بكوب المي، يصب عليها الماء الساخن، تغطى، تترك، نتركها تتنقع ربع ساعة لثلث ساعة فقط، بنشرب المنقوع مرتين باليوم. المفيد للبروستاتا بذور الكتان، من أسمائها الزريعة بذور الكتان، ملعقة على كوب من الماء، معلش حتى لو القريص والكتان بعد ساعة ما في مشكلة، لكن مع بعض لا. من بذور الكتان ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم، بإذن الله سبحانه وتعالى بنستفيد. تناول اللهانة، أوراق اللهانة اللي هي أوراق الكرنب أو الملفوف، نعملها مع السلطة مع لبن وخفيف من الملح، بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى، خلال شهرين بنشوف نتائج. واليوم تكلمنا عن فوائد أوراق الميرمية، واللي يتابعونا بالدول العربية يقول لك حسن خليفة يقول الميرمية لها أسرار عظيمة. طيب إيش الميرمية؟ نقول لهم الميرمية من أسمائها القصعين، ومن أسمائها أيضا حشيشة مريم، ومن أسمائها العيزقان، وهاتوا الاتصال، أو السالمية وهاتوا الاتصال. ويا ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمته وبركاته. ألو، عندي مريض عنده سكر. كم عمره؟ ألو، كم عمره؟ عمره 49 سنة. ألو، عمره 49 سنة وعنده يوريا ترتفع. عنده سكر وعنده اليوريا ترتفع، أي استعملنا الصبغ العربي. هو الصمغ العربي من أسماء، الصمغ العربي لازم يستمر عليه، من أسماء الهشاب، ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار، بصير يتحسن بإذن الله بعد ثلاث أسابيع. شكرا لإلك وشكرا لتواصلك معنا. إذا للي بيتابع هذا البرنامج، التواصل معنا اليوم لسوء حظنا إنه من خلال الفايبر، فبالتالي اللي بحب يتواصل معنا أهلا وسهلا فيه على الهواء مباشرة، ابتعدوا عن جهاز التلفزيون حتى تستفيدوا والناس يستفيدوا من أسئلتكم. إذا اللي بيساعد وبيخلص الكثيرين من مشاكل السكر تناول ملعقة من مطحون الحلبة. والله والله الحلبة لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب. ملعقة من الحلبة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن أو تغلى الملعقة مرتين باليوم. أيضا ملعقة من الدارسين، ملعقة من الدارسين بتفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا البامية الناشفة بتخفض السكر، أوراق الزيتون الناشفة ملعقة منها على كوب الماء بتخفض الضغط وبتخفض السكر بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتقوي جهاز المناعة. وروحوا والله هذا المجرب وهاتوا الاتصال. وهلا، السلام عليكم يا شاكر. يا شاكر يا شاكر، ولا يا هلا بيك. يا حبيبي انا معاك على الهواء، وهاتوا اتصال ثاني. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. انت معانا على الهواء على قناة سامراء، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمته وبركاته. الو، والله سامعك، تحكي مع جارتك، تحكي مع حسن خليفة، يلا اهلا وسهلا. عندي والدي عنده صرخه وجدار القلب ودائما يرتفع ضغطه. عنده ايش من البداية؟ اسمعوها يا عمر. تضخم وين؟ بجدار القلب. طيب بيعطوه للضغط هلا ادويه الضغط؟ لا
يا ستي عنده تضخم بجدار القلب، بصير القلب ايه. كبير بقري. طيب بيعطوه، طيب مفروض الطبيب يعطيه منظم للضغط، ومفروض يعطيه مدرات للبول، لكن الطبيعي أوراق عشبة الزعرور، أوراق عشبة الزعرور لمشاكل القلب، ملعقة منه على كوب من الماء مرتين باليوم، ويستشير الطبيب. ملعقة من أوراق الزعرور بكوب الماء يصب عليها الماء الساخن، تحلى بالعسل، القلب بده عسل، بصير مثل العسل بعون الله سبحانه وتعالى. لكن يمنع عنه الزنجبيل، لأنه الزنجبيل بيرفع الضغط. تمنع عنه القرفة اللي هي الدارسين، لأنه بصعد القلب، بصعد الضغط. أيضا أفضل شيء مدر للبول اللي هي شواش الذرة، حبة الذرة عليها ورق أخضر، بناخذ الشعر اللي بالداخل بنغليه قدر حفنة، بلتر ونصف من الماء، لما يصير لتر بنصفيه، ويشرب كوبين ثلاث أربعة باليوم، وبعون الله سبحانه وتعالى إنه بيستفيد. لكن أفضل شيء إنه كمان يتابع الطبيب. ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم. نعطيكم اليوم وصفات حلوة إن شاء الله إذا عمر يسمح لنا. لا يسمح لنا، بالأخص للنسوان يسمح لنا عمر إن شاء الله. خبير، ألو، السلام عليكم. تفضل. أنت تفضل. بس ممكن جسنا يعني دول حب الشباب. بدك دول حب الشباب؟ إيه. عندي وصفات لحب الشباب. يلا، شكرا لاتصالك وتواصلك معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد. حب الشباب، بناخذ قشور الرمان المطحون، بنروح على العطار بنشتري قشور رمان، بنخلطها مع الحب السوداء الناعمة، صارت قشور رمان وحبة سوداء مطحونة، مقادير متساوية، نوضعهم مع بعض، يصب عليهم أو تعجن بخل التفاح طبيعي، تعجن نعجنهم بخل التفاح الطبيعي، توضع على حب الشباب. بتستفيد إذا ابتعدنا عن الشوكولاتة، ابتعدنا عن البطاطا المقلية، ابتعدنا عن الدهون، عن البيبسي، عن الكولا، كثر من شرب اللبن. بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. وهاتوا الاتصال. وأيضا اللي عندهم مشاكل حب شباب، دائما ينظفوا بقطنة بماء الورد أو خل التفاح المخفف بالماء، بيستفيدوا بعون الله سبحانه وتعالى. وهاتوا الاتصال. ويا آسيا. ألو. ويا ألو. ألو. يا آسيا معاك على الهواء مباشرة. تفضلي معاي على الهواء. يا آسيا سلام عليكم. وهاتوا غيرها. إذا يلا يا عمر، عبين ما ناخذ اتصالاتنا. إذا للتواصل معنا من خلال قناة سامراء الأرقام، فايبر اليوم فقط، فايبر للأسبوع الجاي إن شاء الله بتكون مشكلة الاتصالات انحلت من المصدر. لكن معاكم على الهواء بإذن الله سبحانه وتعالى بالوصفات المجربة اللي تفيدكم وتفيد رجالنا ونسائنا. يعني يقول لك والله مرة حلوة، والله إنها أمورة ولذيذة وزاكية ونتغزل فيها، وليش ما نتغزل بالرجال؟ والله في رجال أحلى من النسوان. اليوم وإحنا بالشارع النساء تتغزل يا أخوان، وأحلى شيء اليوم النسوان تتغزل بالنسوان. يا وردي شو لبسها فايع، يتغزلوا ببعض والله، إذا لابسة بنطلون جنز، وإذا بضي، وإذا ما أشبه، وإذا عاملة رسم، وإذا تعرفوا الأظافر اليوم. لكن من برا هلا هلا، ومن جوا يبعث الله. لكن والله للرومانسية، والله للجمال، والله لصفاء البشرة، واللي بيأخر التجاعيد بين إيديكم. وجربوها وقولوا حسن خليفة هذا خبير الأعشاب، يقول لك خبير الأعشاب العالمي، أنا أصغر الناس.
لكن والله أنا أصنع الكريمات وموجودة في كل العالم، لكن والله ما في بعد الرومانسية إذا جبتي شوكولاتة وفردتيها على وجهك وتحت عيونك وجوانب العيون مساج بالأصبعين وعلى الرقبة، وتركيها 10 دقائق وروحي على المغسلة وقولي أو امسكي الخدود وشوفي خدودك ما شاء الله. إذا الشوكولاتة، قناع الشوكولاتة، أي نوع من الشوكولاتة حتى شوكولاتة بحليب بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. أما اللي بدها نظارة ورومانسية وتعباية للوجه بإمكانها تسلق البطاطا بقشورها وتستوي ونهرسها ونضع عليها زيت الزيتون ونفردها ماسك وانت متمددة على الرقبة على الوجه على الخدود. فوائدها جدا عظيمة بعون الله سبحانه وتعالى. أنا أشوفهم قال بالفيديوهات يقول لك قطعة خيار وتحطها على العين، بالله عليك وتضرب بالعظمة هون وهون، هون في عظمة هون في عظمة، ما توصل للمنطقة هاي اللي هي داخلية. لكن الخيار مو هيك طريقته، الخيار لازم نقطع الخيار بقشره ونحطه بالخلاط ونصب عليه شوية مي أو القليل من الماء قدر نصف فنجان، ونشغل الخلاط وناخذ الخليط ونمده على العيون على الوجه وعلى الرقبة وعلى الصدر، لا حياء بالعلم، لأنه الخيار بشد قابض بالأخص بقشوره، حتى قشور الرمان مهمة، أهم من آسف قشور الخيار أهم من الخيار اللب الداخلي. فبالتالي بتستفيدوا، هاتوا الاتصال. ويا هبة، هبة معاك على الهواء. ألو. يا هبة. هبة. ألو. هبة ما ترد. وراح الاتصال. راح الاتصال هبة. القولون. والقولون العصبي والغازات. ومجرب بعون الله سبحانه وتعالى، وما أبيعكم خلطات. ولا أتاجر فيكم، أعطيكم لوجه الله وجربوا، وأعطيكم أعشاب موجودة عند العطارين بشرط تكون نظيفة وتشوفوا الفوائد وتدعوا لي من استخدامها 3 أسابيع. إذا القولون اللي بريح القولون وبريح الجهاز الهضمي اللي هي أوراق النعناع، يعني جيبوا من أوراق النعناع الناشفة قدر 100 جرام. شوفوا كيف أسهل عليكم، شوفوا وصفاتي السهلة من أوراق النعناع للقولون والغازات والقولون العصبي والأصوات واللي مو مرتاح من كرشه. إذن من أوراق النعناع قدر 100 جرام، من أوراق الميرمية اللي هي العازقان من أسمائها حشيشة مريم قدر 100 جرام من الأوراق، أيضا من البردقوش، البردقوش ذكر بالطب النبوي قدر 100 جرام، من الكراوية بذور الكراوية قدر 100 جرام، من البابونج، البابونج من أسمائه الفلية في المغرب تونس الجزائر قدر 100 جرام، أيضا بنضع عليهم ملعقتين من مطحون الزنجبيل وروح علاج العليل والله بالزنجبيل، كلهم بنخلطهم مع بعض سهلين، جربوهم ما حتخسروا. هذه مجربة، ملعقة من خليط هذه المجموعة على كوب من الماء، توضع بكوب من الماء يصب عليها الماء الساخن، تغطى تترك تتنقع، وصفيها بالمصفاية الموجودة بالمطبخ 2 كوب باليوم. واللي عنده أرق وعنده تعب وبحس إنه بطنه تعبانة، أنصحك لوجه الله تتمدد آخر النهار وانت لابس الشورت، لابس البيجامة، وافتح البيجامة ودلك حوالين السرة مساج، اسمها تمريخ، اسمها تمريخ، بتستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما اللي عنده آلام للرجال مش للنساء، لأنه هذه الوصفة ما بتنفع للنساء، هذا قياس اسمه قياس الروح، للي بشك عنده فتاك داخلي أو عنده ارتداد مريئي يجيب المقاس الفتلة أو المتر يقيس من السرة لغاية الحلمة، من السرة لغاية الحلمة ويسجل مثلاً 38، يقيس من السرة للحلمة الثانية يلقى 36، في فرق، فيش توازن، فيدلك بعدها يعرف النقص من أي جنب، يدلك
من الجنب لغاية السرة، تنعدل الأمور بعد أسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. أما وأما اللي عنده روحه، هذا مثل أيام زمان، يقول لك خايف بكرة عندي امتحان، خايف بكرة عندي موعد، خايف بكرة رايح محكمة، خايف بكرة عندي تجارة، ما ينام طول الليل. في مثل عربي تعرفوا إيش هو؟ المثل بيقول حط إيديك ورجليك بمي باردة. معقول؟ شو هالمثل؟ حط إيديك ورجليك بمي باردة. يلي خايف ويلي قلقان قوم حط إيديك ورجليك بمي باردة، والله خلال ربع ساعة وكأنه ماخذ أقوى مهدئ. أما للي يمسك الحيط ويمسك الحرام ويمسك الملابس أو يسلم على واحد تضربه كهربا شرارة، بإمكانه يضع طشت ماء بارد وطشت ماء ساخن، يحط قدم بالماء الساخن وقدم بالماء البارد، هذا مجرب. بعد 5 دقائق يقلب الرجلين أو يحرك الطشتين، يعمل العكس مرة على مرة لو تمسك كهرباء، هذه مجربة. أو لف على إيدك خيط صوف بدل هذه الإسوارة، لف على إيدك خيط صوف مثل عجايز أيام زمان. ليش كانوا يلفوا خيط الصوف؟ وش معنى يعني صوف؟ روحوا لأيام زمان وهاتوا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. وأفضل اتصال معنا اليوم. شلونك خبير؟ الله يسلمك ويحميك يا رب. أنا إحسان من العراق. يا ميت مرحبا يا إحسان، أهلا وسهلا. تسلم الله يخليك. أنا عندي ابن عمره 12 سنة. عندك طفل عنده مرض الدوشن. 12 سنة، نعم. وعنده مرض الدوشن. يا سيدي. وكل ما يجي له الحالة يصير أضعف. طيب. بدأت لحظة شوي. بدت الحالة معاه بعد 5 سنوات تبين عندكم؟ 5-6 سنوات؟ شلون دكتور خبير؟ بلشت الأمور يعني تبين مع الطفل بعد عمر 5-6 سنوات؟ ايه، هو من كان طفل كان زين، بس اشقد ما يجي له هذه حالته تصير. طيب أستاذي راح أطول الشرح لأنه طفل، أنا ما أعطي وصفات عشان الناس ما تأخذها تعرف، لكن ادخل على صفحتي أساعدك لوجه الله، صفحتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، خبير الأعشاب حسن خليفة بالعربي، وبعت لي رسالة يوم يومين أنا أرد، أو 3 أيام، كل 3 أيام أرد على بعض الرسائل ما عدا تصغير الأنف ما أرد عليهم، وآد يا خبير شعري يتساقط، وآد يا خبير أكبر وصغر ما أرد عليهم، والشباب اللي الشباب المشكلة اللي يطلب الوصفات الهشك بالشك مو الكبار. فبالتالي أساعدك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا التنحيف، انتبهوا، رمضان جاي، شهر الفقراء، شهر الصيام، شهر القيام، وعند العرب شهر الأكل، ما بيجيهم الأكل، بتفتح شهيتهم قال إلا برمضان سبحانك يا رب، وياكل ياكل يتشهى طول النهار وما ياكل شيء على الإفطار. لكن للتنحيف الوصفات المجربة، بناخذ 100 جرام من أوراق البردقوش، انتبهوا هذه خفيفة وناعمة على مدى شهر زمان بإذن الله سبحانه وتعالى، مع اتباع الحمية. الحمية اللي هو أنه نخفف الرز والخبز آخر النهار ونستبدلها بتفاحة، نستبدلها بخضروات، نستبدلها بسلطة الملفوف اللي هي الكرنب. إذا من رجل الأسد قدر 100 جرام، من أوراق الميرمية قدر 100 جرام، من النعناع الناشف قدر 100 جرام، وإذا عندكم قشور الرمان حطوا لكم 2-3 قشرات عليهم وخلطوهم كلهم مع بعض، ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم. أيضا بذور الكتان ملعقة بعد الغداء بساعة، بذور الكتان أو خل التفاح الطبيعي ملعقة على كوب من الماء بعد الأكل من 1/2 ساعة لساعة، مو قبل الأكل ولا بعد الأكل مباشرة، أنت أكلت بدك تهضم، إذا بعد الأكل بنصف ساعة لساعة خل التفاح ملعقة كبيرة على كوب من الماء. أما الكرش خارجيا تدليك بزيت الزنجبيل أو كريمي
المعروف للتنحيف فوائده جدا خلال نصف ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقيسوا وهاتوا الاتصال. وأنا السلام عليكم. ألو. ويا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمته وبركاته. مرحبا أستاذ. يا ميت مرحبا يا أستاذة. أهلا وسهلا. أنا في ندى، عندي مريض بتشير. يا ريت ترفعي صوتك يا عم آية. أنا عندي مريض بالسل. عندك مريض بالسل، كم عمره؟ شو؟ كم عمره؟ أنا عندي مريض بالسل، هو كثير تعبان. اسألوها طيب أنتم، اسألوها إذا مو قادرة تحكي، كم عمره؟ عمره 36. 36 ولا 66؟ شكرا لاتصالك واسمعنا من خلال جهاز التلفزيون. المهم يكون كبير، ثلاث أضراس أو أسنان من الثوم على علبة لبن، على علبة لبن بيستفيد بعون الله سبحانه وتعالى يوميا، يوميا بيستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. تناول سلطة الملفوف مع مبروش الجزر آخر النهار، الملفوف اللي هو الكرنب نسبة الكبريت نسبة عالية فيه بيستفيد. ننتبه لأكله، ننتبه لأكله، أكله يكون نظيف والمية اللي يشربها تكون نظيفة، وبإذن الله سبحانه وتعالى بتدعينا. أيضا منقوع الحلبة بفيد، منقوع الحلبة بفيد بعون الله سبحانه وتعالى، مغليها أو منقوعها. يقول لك أنا ما أخذ حلبة الرائحة، لكن في طرق للتخلص من رائحة الحلبة، اللي هي ناخذ الحلبة نحطها بالمقلاية بدون لا زيت ولا مي، بس نفتح الشبابيك لأنه البيت كله بصير رائحته حلبة والله ما تطلع من أسبوع. تحرك الحلبة على النار كل الرائحة بتروح، بناخذ الحلبة. وأنا ضد هذا الشيء، حتى لمرضى السكري، حتى للي عندهم فقر الدم، حتى للي عندهم ديدان بالجهاز الهضمي، حتى للي عندهم مشاكل بالشهية، هذه فوائد الحلبة من أسمائها الزريعة، لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب. معقول؟ معقول؟ لو أحكي على فوائد الحلبة، بس مشكلتكم ما بتحبوا ريحتها، لكن مشكلتكم بدكم أدوية. لكن والله حتى للبواسير، حتى لالتهابات المعدة، حتى مقوية من مقويات الدم الطبيعية، ولو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بالذهب. وليش؟ لأنه كان صعب يجيبوا الحلبة. وهاتوا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمار من العراق. الله أكبر، عرفنا أنك أبو عمار. يلا يا أبو عمار أهلا وسهلا. عندي انسداد الأنف الليل من أمام. إيش فهمتوا من أبو عمار؟ انسداد بالجيوب الأنفية. أمضغ شهد العسل، أمضغ شمع العسل، اللي عندهم مشاكل الجيوب العسل بشهده أمضغ كل يوم بتستفيد. أو قطعة من الدارسين اللي هي القرفة عيدان مو مطحونة، حطها تحت الأضراس، هاي اثنين. واللي مسكريم ويخنب ولا ما أعرف شو يحكولها، بإمكانه يفتح بسرعة. كيف؟ معقول؟ والله أنتوا تعرفوا، بس أنا أذكركم وأعلمكم. خذوا درس الثوم، ثوم اقطعوه من النص، خذ النص وحطه تحت الأضراس وسكر ثمك، يا ويلي عليك، حيصيروا سيلوا ويفتحوا وعيونك قنوات الدم حتشتغل، تصير تسيل وتقول نار ويا ويلي، وبتعقم وبتطهر وبتعالج بإذن الله سبحانه وتعالى. روحوا جربوها والله ما تتحملوا، صح ولا مو صح؟ وهاتوا الاتصال. وقالوا السلام عليكم. أيضا أوراق الزعتر مضغ للجيوب، أيضا شرب منقوع أوراق الزعتر
حتى للقصبات، حتى للحلق، حتى لللوزتين، حتى بتطهر الفم والجيوب. وهاتوا الاتصال. وألو، السلام عليكم. طبعا احنا عبما يدخل الاتصال ان شاء الله بنكون معاكم يوميا في شهر رمضان، بنعطيكم المعلومات وبنعطيكم الوصفات اللي تعينكم باذن الله سبحانه وتعالى، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الاعصاب، مرضى القلب، كلهم بنساعدهم بعون الله سبحانه وتعالى. وتستفيدوا من هذا البرنامج من خلال هذه القناه والقنوات اللي انا اكون عليها بشهر رمضان، قبل الافطار وبعد الافطار. والو، السلام عليكم. تمام. يا هلا. منو؟ حسن خليفة. نعم. الله يساعدك دكتور. أنا خبير الأعشاب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. الله يخليك، والله إني بحاول أتصل عليك صار هواية بس ما تنحصلك. إحنا معاكم على الهواء وتحصلونا بإذن الله سبحانه وتعالى كل يوم أربعة، وتعاد هذه الحلقة غدا الساعة 12 أو 11. نعم. حسن خليل دكتور، والله أنا يعني جبتلك إنه مو سويت، هاي مشكلة الفايبر. يلا تتحملون اليوم، نتحملكم. وراح الاتصال لسوءه من المصدر. إذا حسن خليفة وخبير الأعشاب حسن خليفة، إلي منتجات مشهورة مرخصة ومجازة في كل العالم، اسمها منتجات جنة الأعشاب، كريم تحسين محيط الصدر، عندي زيت اسمه زيت جنة الأعشاب للشعر من خلاصات الزيوت الطبيعية، وأتحدى بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا عندي كريم اسمه كريم التخلص من التشققات أو التشققات الخطوط البيضاء على البطن، الفخذ، لا حياء بالعلم، جوانب الصدر. أيضا منتجات طين البحر الميت، قناع الوجه، وأيضا قناع للجسم، طين البحر الميت، أيضا أملاح البحر الميت، أيضا صابونة البحر الميت، أيضا الكريم السحري للتنحيف، دلكي ربع ساعة وقيسي. خبرة السنوات، كله مرخص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أيضا كريم المبيض العام، كريم توحيد لون الجسم حتى للبهاق، بيساعد بإذن الله سبحانه وتعالى. كريم الصدفية اللي هو كريم العكبر، منتجات حسن خليفة اللي هي جنة الأعشاب. هذا كله بودينا وين؟ إنه بنصنع الصوابين الطبيعية، صابونة الكركم، صابونة الأرغان، صابونة زيت الزيتون، صابونة الكبريت، منتجات جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. وأروع ما صنعت، وأفتخر إني عربي ومن بينكم. ومنتجاتي موجودة في بريطانيا، وموجودة في نيويورك ومنهاتن، وموجودة بالمغرب، موجودة بالمملكة الأردنية اللي هو المركز الرئيسي لحسن خليفة في عمان. لكن هذا بيودينا إنه مطلوب وكلاء وموزعين في العراق لمنتجات خبير الأعشاب حسن خليفة. أيضا مطلوب رعاية لبرنامج جنة الأعشاب اللي هو طب الأعشاب، في رمضان راح يكون جنة الأعشاب من خلال قناة سامراء يوميا رعاية، بطلع الاسم على الشاشة اللي هو الوكيل اللي راعي كل حلقة من حلقات جنة الأعشاب بعون الله سبحانه وتعالى، وراح نعملكم تخفيض في شهر رمضان يوميا والإعادة أيضا، فحتى الناس تستفيد وتشوف منتجات خبير الأعشاب. وبإمكانكم تدخلوا تشوفوا منتجات خبير الأعشاب من خلال اليوتيوب، تكتبوا منتجات خبير الأعشاب حسن خليفة. أيضا أذكر بشيء، أنه قناة سامراء بتعيد أو بتضع هذه الحلقة وحلقاتي دائما من خلال صفحة القناة، قناة سامراء تي في، قناة سامراء على اليوتيوب تكتبوها، أو حتى على الفيسبوك وتجدوا الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى تعم الفائدة على الجميع. إذا منتجات جنة الأعشاب العائدة لخبير الأعشاب أو تصنيع خبير الأعشاب حسن خليفة مرخصة ومجازة عالميا، وأيضا حرية بيع، وأيضا إعلان مرئي ومسموع، يعني لما نعلن على التلفزيون على هذه القناة والقنوات العربية معانا من وزارة الصحة، من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. كنت معاكم خبير الأعشاب. طبعا التواصل للرعاية والتواصل أيضا للإخوة اللي بدهم وكالات،
يراسلوني من خلال صفحتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة. روحوا سلام الله عليكم، وروحوا ورحمته وبركاته.